نشر موقع يمن مونيتور تقريرا حول سجن النساء في اليمن، قال فيه إن السجون تكتظ بعشرات النساء السجينات اللاتي لم تطلق السجون سراحهن بعد انتهاء المدة القانونية لاحتجازهن تحت مبررات كرفض ذوي قرابتهن لاعتبارات جماعية أو اجتماعية أو عدم وجود من يتسلمهن من الأقارب أو لسياسات غير قانونية تحت حجة حمايتهن من المجتمع. الموقع سرد قصة أمينة أحمد التي كانت إحدى نزيلات السجن المركزي بتعز غداة قصفه، حيث بقيت سجينة 5 أشهر بعد انقضاء محكوميتها، لكنها اليوم تقيم في دار الإيواء بتعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة. وتذكر أمينة للموقع أنها سجنت بتهمة لم ترتكبها، ما جعل أهلها يتبرؤون منها. وفقا للموقع، فإن احتجاز المرأة بعد انتهاء محكوميتها مناف للقانون اليمني من الناحية النظرية، لكن ما يتم التعامل به في الواقع مع السجينات يشبه القانون العرفي، ولا سيما أن القانون أمسك عن التفاصيل في بيان ما يتعلق بكون السجين امرأة.